السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة اسمها تول بوكس بتشتغل جوه الريفت للمهندس أسامة محمد، ودي الصفحة بتاعته، بنوجه له التحية. هو حاطط مجموعة من أدوات كتير جدا، يعني هي مش أداة واحدة، هي مجموعة من الأدوات الكتيرة. يعني لو جينا نبص هنا هنلاقي أدوات كتيرة جدا، زي الضغط سبورت، زي فيليب فاميليز. هنشوف برضه شوية فيديوهات وعملها جميلة. تعال نبص بس انا على الفيديو دوت. دي من ضمن الحاجات الكويسة جدا، لو انت عندك حاجتين في قطع بينهم فهو ممكن تقول له مثلا وصل لي دي بدي، فهو يبدأ ان هو حتى يظبط الارتفاعات. في انقطاع بينهم فهو يبدأ ان هو يوصلهم ببعض. حتى لو كوع مع كوع هو يبدأ يرسم الضغط او البايب اللي بينهم. ممكن يكون في تقطيعات لأي سبب من الاسباب، هو يبدأ ان هو يوصلهم زي ما انتم شايفين. فدي لوحدها الأداة دي او الخدمة دي كويسة جدا. يعني زي ما احنا عارفين الادنس بيديني امكانيه ما كانتش موجوده قبل كده. يعني فائده الادنس ان انا اقدر اضيف خاصيه او اضيف ميزه ما كانتش موجوده. هو بيعمل فري سايزنج، فبيعمل حساب بتاعته ويغير السايز بتاع العناصر الموجوده. السبورتات برضو ممكن تعمل سيلكت لبعض البايب، يبدأ يركب له السبورت الخاص بيه. الجميل والمدهش ان كل التولز الموجودة في الأداة ديت مجاني، فربنا يبارك له ان شاء الله. لو عجبتك هتقدر ان انت تسطبها على طول، وما تنساش تدعو لنا بقى ان شاء الله. هيبدأ يركب سبورت أو الهانجر بالشكل الجميل دوت. انا هسيب لكم الرابط بحيث لو حد حابب ان هو يحمل الاداة دي عشان تنقل البارامتر من ملف لملف التاني او من فاميلي لفاميلي تانية. ممكن تصدر الداتا بتاعتك كلها مرة واحدة، الكاونتر بتاعت العناصر الموجودة، لاين تو واير لو عندك اي لاين تقدر تحول واير. فمجموعة من الادوات الكويسة ان شاء الله بتعجبكم باذن الله.